في البدايات لايك واشتراك، فعل زر الجرس وتابع معانا الحلقة إلى نهايتها. زي ما قلت لحضراتكم امبارح وكل اخبارنا الحمد لله بتطلع صحيحه، هيرفي رينار يقترب بشده من ان يعود الى منتخب اسود الاطلس، ودي تصريحات على لسان وكيل هيرفي رينار اللي اعلنها امبارح وهز العالم بان هيرفي رينار المدرب الفرنسي الكبير في مفاوضات حاليا متقدمه جدا 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 مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هيرفي رينار عنده شغف وعنده امل كبير جدا وعنده ثقة كبيرة جدا ان المفاوضات هتتم بنجاح وانه سيعود مرة اخرى الى المنتخب المغربي علشان ان شاء الله المغرب يعود الى الطريق الصحيح. كذلك عندنا الجديد في عودة زياش الى المنتخب المغربي. زياش طلع امبارح في تصريحات واكد عودته احتراما للمغاربة وللشعب المغربي.